استاذ ياسر، الناس اغلب الناس متفقين في حاله من الخوف يعني، والخوف ده مش مخلي الناس حتى تعرف تنام. يقول لك العالم كلها مش عارفه تنام يعني. حجم الخوف بقى يعني خد من نفسيه ومن نفوس الناس بشكل كبير، والموضوع ده الاطباء ورجال الدين وكل الناس بتتكلم في حل ليه، لكن الوضع على ما هو عليه يعني. عندك حل للمساله دي او تحليل؟ وطبعا انا مش دكتور، لكن انا اهتمام في مجال الافكار واستاثرها، تاثير الافكار على البني ادمين والناس. انا غالبا يعني مدرستي بقول لافكارك، اقول لك انت مين، هتنام ايه، وصحتك ايه، افكارك انت، رؤيتك للحياه والناس والوجود وعلاقات مع الاخرين شايفها ازاي. غالبا يعني انا سمعت تقرير خطير جدا ان عدم النوم 8 ساعات كامله متواصله بنوم عميق، الانسان اذا لم يستطع ان يحقق هذا الهدف فقواه العقليه فيها مشكله. لذلك استغربت جدا، اقول لك في بعض الشعوب الان عنده ازمه في التفكير، بعض الشعوب الان في المنطقه العربيه عندها ازمه في التفكير، بيسهروا لحد الفجر ويناموا لحد الظهر ويتعشوا الساعه 12 ويفطروا الساعه 2 الظهر. قال لك الوضعيه دي بتخلي الدماغ فيه تربنه، يعني صعب الايه، صعب الناس تدرك عقلها وقراراتها سليمه. ده دكتور نفسي يعني. ولذلك مثلا انا عندنا في عين شمس قسم علاج مرض النوم، اللي ما عندهمش قدره انهم يناموا نوم عميق. احد الاسباب اللي الانسان يستطيع ان ينام ان فعلا يكون غضبان او غير متسامح مع الاخرين، يعني تملي كل شيء اخذه على قلبه. لو واحد مر عليه ما قالوش السلام عليكم، يبقى اذا ده بيكرهني. لو في الشغل يعني حصل مشكله، يبقى طول الليل هينتقد الغضب والزعل. عدم التسامح وعدم التغافل اشكاليه كبيره جدا، اعتقد يعني من تجربه اسباب اللي خلى الانسان صعب يعني يحافظ على اتزانه النفسي. علاج الامر فكريا او يعني في الاطار الفلسفي، ما بقوله يعني مما سمعته من علماء النفس، ان اهم اصعب علاج القناعات، يعني ان تهدد دماغك وافكارك عشان نقدر نعالج السلوك والاشياء. اذا الفكره انت عقلك مليان يعني افكار متداخله ومتضاربه وبتأثر، وان شايف الاخرين دول اعداء واللي كله بيتربص بيك وان يعني مشحون. لذلك انا استغربت جدا ان يقول لك الناس عايشه في خوف، يقول لك ما اعرفش الخازوق جاي هيجي منين. يعني شعارات حتى بقت تتقال بشكل تجعل الناس في ازمه انها تتعايش مع الاخرين يعني. فاعتقد احد العلاجات للافكار هو التسامح، والتسامح ده بيمشي على 3 عجلات زي التوك توك. اول عجله نسيان الماضي، ثاني عجله عدم حب الانتقام، ثالث عجله ما تعيش في دور الضحيه. يعني ارمي ورا ظهرك، اذا غاضب منك انسان والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الماضي ده كان كله جراح، اقفل عليه قدر الامكان وتجاوزه. الامر الثاني لا تعيش في دور الضحيه، هم قصدني وانا دائما المفعول بي وهو كان قصده كذا. لا يعني مش كل حد قصدك انه يضرك، ولا اي حد قصده انه كان يخبطك بالسياره، ولا كل حد قصده انك تسرق في الاوتوبيس. حظك جات مره لكن الناس مش مركزه عليك بشكل من الاشكال. فما تعيش في دور الضحيه عشان الامر دي مزعج جدا، وقلنا النسيان الماضي وعدم ان تعيش في دور الضحيه. ثالث حاجه عشان تنام مستريح، شيل من قلبك حب الانتقام. حب الانتقام نفسك غاليه، سعيك للانتقام العائد منه اقل جدا منك لو سمحت. ازاي يعني؟ انت لو ناوي تنتقم قصه كبيره جدا، هتنتقم ازاي؟ هترد له الكلمه فين؟ ازاي تحرجه قدام الناس؟ كيف تكون انتقامك انتقام شديد؟ يعني والعياذ بالله حوادث الثأر، تجد يقول لك كيف ينتقم، يقتل المقتول في الفرح، مش يقتله مثلا في يوم عادي عشان كنايه، يعني نكايه فيه وفي اهله. حب الانتقام ضرره عليك يعني صعب جدا اكثر منك لو سمحت. لذلك في السنه النبويه حتى في التراث الاسلامي النبي اشار لانسان يطفو عليكم الان رجل من اهل الجنه. طبعا واحد من اهل الجنه يمشي على الارض، كل في المسجد عملوا كمين ومراقبه، الراجل ده بيعمل ايه؟ يعني واحد ماشي مع النبي بسيط راعي غنم ولا شيء من اهل الجنه، مراقبه 24 ساعه، الراجل فجأة بيصلي ويرجع العشاء ينام. فواحد قال له يا عم انا ابويا زعلني عاوز انام معاك النهارده، اتفضل يا ابني. ذهب معاه لبيتنا، صاحبنا صلى العشاء، اتعشى، سحب في النوم، نام بقى نوم عميق. طب ما فيش بقى قيام ليل، صيام عند اهل الجنه. الفجر اذن، راجل قام يتوضى وحط النعل تحت ابطه وراح يصلي في المسجد. فقال له بقى، قول له ايه السر؟ ده انت نايم نوم بسم الله ما شاء الله، وبعدين بيصلي الفجر والنبي قال لك في الجنه. فقال يعني ان اردت السر فاني ابيت ولا احمل في صدري حقدا لاحد. قال له بس هي دي صعبه.
فإذا من يبحث عن السعادة، عن النوم، عن العافية، أعتقد لو تسامح بهذه الثلاثية نسي الماضي، لم يعش في دور الضحية، لكان لا يحب الانتقام، أعتقد بها في بالثلاثية دي ربما سيكون يعني راحت باله أفضل من سعيه إلى الانتقام. Thank you.